هذا كان في سقر، قالوا لم نكن نصلي. بعض الناس لا يسمع كلمة الخير إلا في هذه المجالس، إلا لما تحصل وفاة لبعض أصحابهم لبعض أقاربهم أو معارفهم أو جيرانهم، فيأتون إلى بيوت العزاء ويسمعون كلمة الخير. ولعل الله عز وجل يريد ببعض الأمور أن يريد بهم الخير، يريد بهم الهداية. الآيات التي ذكرتها هي كلام رب العالمين، كلام لا يقبل أن يكون باطلاً أبدا في يوم الأيام. قال الله تعالى عن أهل اليمين، قال في جنات يتساءلون عن المجرمين، قالوا لم نكن من المصلين. تفيد الآية أن تارك الصلاة مجرم عند الله، فكان الله في عون من كان له أسرة من أولاد وبنات وزوجة عايش في سجن لا يعرف الساعة، هذا عايش مع المجرمين، هو مجرم ويعيش مع المجرمين، لا يعرف سعادة ولم يذق طعم السعادة أبدا. قال الله عز وجل عن المجرمين يتساءلون عن المجرمين. أهم جرم، أهم علامة، وأهم ميزة، وأهم صفة من صفات المجرمين لله رب العالمين ترك الصلاة. فتارك الصلاة عند الله مجرم. ولذا ينبغي لكل عاقل أن يفحص لماذا سمى الله تعالى تارك الصلاة مجرما. أولا لم يعظم أمره، سبب جرمه أنه لم يعظم أمره. السعيد من عظم ما عظمه الله، والشقي من حقر ما عظمه. السعيد من حقر ما حقره الله، والشقي من عظم ما حقره. فهو بالضبط على ما عند الله عز وجل، فهو مضاد لله عز وجل. فالذي يترك الصلاة سماه الله تعالى مجرما، الله الذي سماه، الله الذي خلقه، الله الحق الذي لا يقول الباطل، الله الذي أنزل كتابا لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الله سماه مجرما. فلعل الله تعالى أن يكتب لبعض الأحبة بأن هيأ لهم الحضور في هذا المجلس، فيكتب الله لهم انقلاب حياتهم من شقاوة إلى سعادة، ومن كونهم مجرمين إلى كونهم فائزين. فالله سمى تارك الصلاة مجرم أولا لأنه حقر ما عظمه، لا يوجد شيء في الدنيا أحسن من الصلاة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خير موضوع للصلاة، خير موضوع، خير شيء في هذه الدنيا الصلاة. أي الصلاة؟ الصلاة ليست تكليف في ثقل، الصلاة صلة بين الرب وبين العبد. العبد يناجي ربه، العبد يشكو إلى الله عز وجل ما يقع به الهموم حتى يرفعها عنه، إنسان ضعيف. والله يقول عن الإنسان وخلق الإنسان ضعيف، والشيطان ضعيف. والله يقول عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، ضعيف يتصارع مع ضعيف. من الذي يغلب ومن الذي يقوى؟ الذي يستنجد بالقوي. ضعيف لما يتصارع مع ضعيف، الذي يغلب هو الذي يستنجد بالقوي. والقوي كيف تستنجد به؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه عبارة يقولها المسلمون وقل منهم من انتبه إلى معناها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى هذه الكلمة يا رب
اسمي أنا ضعيف، ألوذ بحماك وألتجئ إلى قواك أن تعيدني من شر هذا العدو، من شر الشيطان الرجيم البعيد عن رحمة الله، الذي يئس، اسمه إبليس، الذي يئس أن يتصل برحمة الله لا من قريب ولا من بعيد. ولذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قصة جميلة ذكرها التاجي بالسكي عن أبيه، وكلاهما عالم، فقال الوالد يعلم ولده معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: يا بني لو كنت في طريق فنبحك كلب ما كنت تصنع؟ قال: ارميه بحجر. قال: ثم نبحك؟ قال: ارميه بحجر. قال: ثم نبحك؟ فأدرك الولد أن الوالد يريد شيئا، فقال: يا أبت علمني ماذا أصنع؟ قال: قل ونادي بأعلى صوتك: يا رب الكلب اصلح كلبك عن طريقي، اصلح كلب عن طريقي، ابعده عن طريقي. فمعنى قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا رب هذا الكلب الذي في طريقنا والذي يحول بيننا وبين فعل الخير، بين الذهاب للمسجد، بين الوقوف في الصلاة، بين تلاوة القرآن، بين الإصلاح بين الناس، وبين أن ينطق الإنسان كلمة خير، يا رب أنت نلجأ إليك ونعوذ بقواك أن تبعد هذا عنا، أن تبعد هذا عنا، وأن تأذن لنا يا ربنا بأن نغشى بيوتك وأن نغشى مواطن الرحمة التي كتبتها لعبادك الصالحين. ولذا الإنسان تارك الصلاة هو محروم، ومحروم من الأماكن الرحمة التي وضعها الله تعالى في بيوته، في مساجده، في مساجد الله سبحانه وتعالى. فتارك الصلاة في الحقيقة الله سماه مجرم، لأن تارك الصلاة خالف جميع ما أمر الله، تعالى به جميع الأنبياء. ما من قوم من الأنبياء إلا وله أمة، وهذه الأمة تلجأ إلى الله عز وجل وتعبد الله تعالى. وكما قال الله تعالى في سورة الرعد، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا إخوة، وكلامي أخص به إخواني تركي الصلاة، هم إخواني وأنا أخوهم شئنا ما أبينا. إخواني تركي الصلاة هل عندهم نعمة يعيشون فيها بسبب تركهم الصلاة والمصلون تركوها؟ لا والله، فوالله أننا نغشكم وأننا لا ننصحكم، وأنه لا خير فينا إن لم نأمركم بالصلاة، فبالصلاة ذكر القلوب، بالصلاة لا تتعرف في المسجد إلا على أفاضل الناس، إلا على أقوام تسعد بصحبتهم في الدنيا والآخرة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أول من يتخلى عنك يوم القيامة صديقك، صاحبك غير الصالح. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل. نسأل الله العافية. أهل النار وهم في النار، كلامهم في الدنيا، كلام الناس في الدنيا غير الصالحين، أضعك قدمي وأدوسك برجلي، كلام من البابات. فأهل الكفر هكذا يقولون عند الله يوم القيامة: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، جني وراءك معك، جني مع الإنسان، جني يصدك عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل، قال الله تعالى: ومن يعشو، يعشو يعني يضعف، العرب تقول فلان أعمى، تقول فلان أعشى، الأعمى الذي لا يبصر، والأعشى الذي يبصر بصرا ضعيفا. اسمع معي من الآية، تكمل الآية، والآية خطيرة جدا، الآية منهج لكل واحد منا. ومن يعشو يضعف، ومن يعشو عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا يوم القيامة،
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق فبئس القرين ولن ينفعكم يوم ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون الآية. فالإنسان في هذه الحياة لابد أن يختم إليه بالوفاء. ما من أحد عايش مخلد في الدنيا. لو في أحد مخلد في الدنيا لخلد الأنبياء وخلد على رأسهم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن يلقى الله. الموت كأس ماء لابد أن يشربه كل واحد. لا يمكن واحد ما يمشي. انتبه الآن، أنت في غفلة، أنت في سكرة، أنت سكران، من صاحي؟ لك يوم من الأيام راح تشرب الموت، ويحل بك الموت، فإن أحل بك الموت دخر للموت، دخر للقبر. فالإنسان القبر صندوق العمل، إيش تعمل في تجده في قبرك؟ فهنيئا لمن مات وهو سعيد وهو طائع لله عز وجل. ثم الويل، كل الويل لمن تقي الله والله عز وجل صافي. فاسال الله عز وجل ان يرحمنا جميعا وان يهدينا جميعا وان يوفقنا لطاعته وان يرحم المتوفاه وان يدخلها فسيح جنانه وان يختم لنا جميعا بالخير وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وأن يجعل آخر كلامنا